Yo ke cuy. بسم الله
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا الذي
الله إلي أفضل ذكري فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله وجميع أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان
الإنسان إلى يوم الدين كطير أرواح العيب الأئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وأهل طاعتك أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني وخصوصا جميع أهل القبور. اللهم أوصل ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل نورك يتلألأ وإسلام بين أيديهم، اللهم اجعل ثواب ذلك فداعا لهم من النار، وزد لهم من النار، وحجابا لهم من النار، وفقاقا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وارفع لهم الدرجة وتضعف لهم الحسنة وكفر عنهم السيئات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.